يا جماعة الخير، أول شيء حاب أخبركم خبرية. عادي اسمعوا، هذه نوال بنتكم، كون ديروا بالكم عليها. ما هيك؟ أنا بعرف واحد بينتقل من حياة لحياة، اليوم صار معك $1,000,000، غيرت حياتك صح؟ غيرت كثير، لسه حتتغير إن شاء الله. تتغير للأحسن، فخلوها هيك هي تنبسط بهال، تعيش حياتها وتظبط أمورها، وبنفس الوقت إم بي سي بتغير حياتكم. كل اللي عليكم شو عملتي انتي؟ بعتت رسالة صح؟ وبرسالة تغيرت حياتها، الحلم برسالة غير حياتها بكل بساطة. ففيكم ان شاء الله تغيروا حياتكم، ديروا بالكم عليها، والديانة واللي حابين عاديين يعملوا مشاريع يبعتوا كلمة حلم بلا ما يروحوا عن النوال، يجوا لعنا نحن مظبط لكم حياتنا ان شاء الله. ماشي؟ حلم باي.